اهلا بحضراتكم من جديد. بعد وفاة الكابتن ادهم السلحدار كنا تبنينا هنا فكرة على الهوى، فكرة ان يكون في صندوق دعم للرياضيين، وكان معايا في مداخلة دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، وهو معايا في المداخلة طرحنا عليه الفكرة دي، وقلنا كمان ليه دايما التحركات بتكون تحركات فردية علشان يبقى في مساعدة لأي رياضي بيحصل له أي ظرف أو وفاة لا قدر الله. علشان كده بنقول له أو طرحنا الفكرة أن يكون عندنا صندوق لدعم الرياضيين، وشرحنا له كمان وقلنا مصادر التمويل، وقلنا عقود اللعيبة. عقود اللعيبة النهاردة مش في كرة القدم بس، لا في كل الألعاب، والصندوق ده يكون موجود لكل الرياضيين في مصر. تعالوا نشوف احنا قلنا ايه من شهر على هذه الفكرة. النهاردة أسرة الرياضة المصرية أسرة كبيرة جدا. النهاردة يعني وزارة الشباب والرياضة بتدعم بعض الأندية في تحركات فردية، لكن النهاردة أنا عايز أوجد حل هذا الموضوع. ممكن نتبنى النهاردة وزارة الشباب والرياضة مع وزارة التضامن يكون عندنا في صندوق دعم الرياضيين، النهاردة يكون في صندوق ثابت لهذا الأمر. النهاردة لما بتكلم عن وزارة الشباب والرياضة وزارة التضامن، دول جهتين حكوميتين بنثق فيهم كلنا. ليه النهاردة وزارة الشباب والرياضة ما تتبناش هذه الفكرة؟ أنا طبعا بحييك على هذه الفكرة وبضم صوتي لصوتك، ولكن خلينا نرفع الأمر بشكل مباشر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكمان كافة المسؤولين عن الإدارة أو إدارة الرياضة المصرية بشكل عام. ولكن أنا برضو عايز أوضح للسادة المشاهدين حاجة مهمة جدا برضو. إن النهاردة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ناقش استعدادات الوزارة لتدشين صندوق الرياضة المصري. حلو قوي، جميل. هذا الصندوق بيهتم بشكل كبير جدا بدعم الرياضيين في مختلف الألعاب ورعايتهم. أكيد هناك برضه هيكون في تحرك من الدكتور أشرف صبحي لإيجاد كمان تمويل مناسب للقدامى الرياضيين. أيوة. بالتعاون برضه مع بعض المؤسسات الحكومية وأيضا المؤسسات الخاصة العاملة في هذا المجال. أكيد ده بنفس الفكر بتاع حضراتكم، وأكيد طبعا مقترح حضرتك مهم جدا وهيتم رفعه فورا ودراسته بشكل كامل وفقا للمتطلبات. طب هديك الفكرة على الهواء دكتور محمد دلوقتي، برضو ازاي صندوق الرياضيين ممكن يمول، وبرضو أكيد الفكرة دي هتكون مطروحة على تربيزة وزارة الشباب والرياضة. الفكرة النهاردة ما شاء الله اتحاد الكرة عنده مصادر التمويل بتاعته كبيرة جدا، مصادر الإيرادات يعني. عنده النهارده التيشيرت بتاع منتخب مصر، عنده الرعايه، عنده فلوس بتجيله من الفيفا، عنده بطوله كاس مصر، كلها ايرادات داخل اتحاد الكره. ايضا كمان من ضمن الايرادات 3% بيحصلها اتحاد الكره المصري من عقود اللاعبين اللي بتنضم للاتحاد المصري تحت مظله الاتحاد المصري. ليه النهارده ال 3% دول ما يتاخدوش، او 2%، هنقول 2%، نسيب 1% لاتحاد الكره و2% يروح لصندوق الرياضيين، والفكره دي ما تبقاش على اتحاد الكره المصري بس، لا عندنا اتحاد الطايره، اتحاد الباسكت، اتحاد اليد، كل الاتحادات دي، وكمان ما يبقاش الرعايه لقدامى كره القدم بس، لا لكل الالعاب. انا باكد على فكرتك بالفعل، هي حاجه مهمه جدا جدا جدا، ولكن برضو خلينا نقول ان احنا خلاص احنا بصدد تدشين صندوق للرياضيين. ممكن ينبثق منه أو يضاف إليه بعض النقاط الهامة اللي حضرتك قلتها دلوقتي وذكرتها، ودي مهمة جدا، ولكن برضو قانونيتها إيه؟ لازم نرجع برضو للنواحي القانونية اللي بتنظم العمل في هذا الشأن، وده مهم جدا. خلاص، يبقى إحنا النهاردة على الهواء بنناشد وزارة، بنناشد لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب. أنا عارف إن في تعديل في القوانين خلال الفترة الحالية، ممكن نضيف هذا البند في القانون المصري أو قانون الرياضة علشان يكفل. النهاردة يبقى احنا بنشتغل على أسس قانونية. دي كانت فكرتنا من شهر، زي ما سمعتوا حضراتكم كده مداخلة الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، والفكرة قلناها على الهواء وعجبته. بشكر من هنا النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة مجلس الشيوخ، اللي استقبل الدكتور أشرف صبحي في مجلس الشيوخ علشان يوافق على الفكرة ووضع الفكرة دي في القانون المصري وفي التشريع القانوني المصري. زي ما احنا شايفين النهاردة صندوق دعم الرياضيين، الفكرة اللي احنا تبنيناها هنا في الأشبال
بشكر كل القائمين اللي لبوا نداءنا علشان الفكرة دي تظهر للنور إن شاء الله قريبا. زي ما احنا بنشوف حياة كريمة في مصر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيضا عايزين نشوف حياة كريمة أيضا لكل الرياضيين، ما بنقولش في كرة القدم بس، لا لكل الألعاب. علشان كده الفكرة اللي احنا قلناها وطرحناها النهاردة، عقود اللعيبة 1% أو 2% من عقود اللعيبة من كل الألعاب ويتم توجيهها لصندوق دعم الرياضيين. إن شاء الله نقدر كل اللاعبين، أي لعيب عنده حالة وفاة، أي لعيب عنده حالة مرضية، نقدر إن شاء الله الصندوق يقدر يدعم بشكل كبير وبحياة كريمة. وإن شاء الله هنتواصل مع حضراتكم برضو وهنقول كل المستجدات في هذا الأمر خلال الفترة القادمة. لكن شكر واجب أيضا للنائب مرة أخرى، النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وكل أعضاء اللجنة اللي استجابوا للنداء بسرعة، كمان كان في تحرك سريع، وإن شاء الله الفكرة دي تظهر أكتر للنور خلال الفترة القادمة.